يعني باختصار الله خلقنا لغاية. الغاية دي بيّن في سورة الذاريات فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى خلقك عشان تعبد. الناس اللي بيقوموا بالغاية دي بيعبدوا الله العبادة الصحيحة ديل في الدنيا والآخرة بكونوا من السعداء. والناس اللي بيضيعوا الغاية دي سواء غفلوا عنها أو تجاهلوها أو أعرضوا عنها فإنهم يكونون في ضنك وشقاء في الدنيا والآخرة. فكيف رب العزة والجلال قال قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا يشقى في الآخرة. ده الزول اللي بيتبع القرآن بيتبع الهدى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة شنو؟ ضنكا. ناس كتار بيعرضوا عن الدين. واحد تلقاه المسجد الناس بتكلموا في النصيحة. فات يمرك متضايق. يقول أنت متضايق ليه؟ قال لك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. في النار بحاجة. قال ربي لم حشرتني أعمى؟ وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. شكذي في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة فدخل ثلاثة نفر حديث في البخاري فوجد أحدهم فرجة فجلس فيها. واحد جاي قدام دار يسمع ونظر الآخر فاستحيا فجلس خلف المجلس يسمع من بعيد برضو فيه خير زي تلقى ناس برا المسجد يسمعوا ارخوا أضانهم دار يسمعوا الدين يحبوا الدين. ونظر الثالث ثم أعرض ده ما دار يسمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنبأ النفر الثلاثة؟ أوريكم الناس الخبر شنو؟ قالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله ده فيه خير. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه ده برضه فيه خير. وأما الآخر يا الثالث فأعرض الله عنه. خطر وده ما بيرتاح. ناس كتار قاعدين الراحة تلقاوها في ال 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 الشراب مرة يشرب سجاير مرة جبنة مرة تلقى شايل لك كيس يدردم قاعدين الراحة في دي ودي ما فيها راحة دي فيها التعب ذاته. المعاصي دي فيها التعب. واحد تاني قال الراحة في الغنى. شباب تلقاه شغل قرآن الضايق شغل محاضرة تلقاه الضايق تشغل غنية تلقاه طق يبكي في الغنية تلقاه قرب تقول له بتبكي مالك؟ لك والله الفنان ده هبش ليه محلات هبش كيف محلات يغشوا فينا الفنانين. لقيته باللفة والألم اللي عليه خفة. يا تعلم ده يا ولد بلاوي ثقيلة غش الأمة والله الذي لا إله غيره. فلذلك نحن نقول الراحة في دين الله لا في الغنى لا في الكورة لا في السجائر لا في المعاصي وإنما الراحة في دين الله. قال تعالى في سورة النحل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن شاب كبير صغير أقبل على الله تعالى وتاب وعمل العمل الصالح الموافق للسنة وأخلص لله تعالى. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فلنحيينه حياة طيبة، ذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بعدين في الآخرة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، كما في سورة النحل قال ابن كثير في التفسير فلنحيينه حياة طيبة، قال ابن عباس الحياة الطيبة الرزق الحلال، وقال علي بن أبي طالب الحياة الطيبة رضي الله عنه عن ابن عباس قال الحياة الطيبة القناعة، كن مقتنع مرتاح، وقال عكرمة والحسن البصري عليهما رحمة الله قالا لا راحة للعبد إلا عند دخول الجنة، راحة في الدنيا دي ما بتلقاها، كان بقيت غنيان الناس بتلموا فيك وعندنا مشكلة والشفع طردون من المدرسة وكذيب حاجة، كان بقيت غنيان ترى هو يجوك الجماعة وكان ما أخلصت لله بتدعب، وكان بقيت فقير يا هو بتنبز البلد دي العيشة كم والبنزين كيف والله يمرقنا من البلد دي، وكان مرقنا تاني ما بنقبل عليها لو تنبس فيها، وكان بيجي الصغير بيدعبوك الروضة والترحيل ومن الصباح يصحوا فيك، انت شافع الصغير باقي لك ينوم في الميناء في الحافلة في الهايس يودوك، وكان بيجي عمك كبير لا تراه براك بتكون زهجان ما شايف الحاصل، الموضوع ده ما طويل والله، أبقى زول كبير شديد على أكياس قاعدة وبتاعة الأدوية مشاكل بتكون زهجان، وكان بقيت شاب برضو تعبان في البلد دي، مرة يشتغل طلبة مرة ركشة وفي النهاية، فلذلك رب العزة والجلال باختصار قال لقد خلقنا الإنسان في كبد، إنسان ده تعبان الراحة قدام اليوم اللي بتدخل الجنة خلاص دي الراحة، قال تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، بعد قال والله يدعو إلى دار السلام، دار السلام دي قدام جنة، دار سالمة لا فيها نبذ لا فيها زهج لا فيها مشاكل لا فيها ضيق، كما قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، فالدنيا دي أزهد فيها ما تتعلق بها كثير دي انتهت، زول الآخرة اللي بيقوم بالغاية دي باختصار الدين ده كله يا جماعة قائم على أصلين، وأنا أذكر وأختم الكلام ولو في زول عندي سؤالين ثلاثة أو أكثر أو أقل ما مشكلة، بعدين الدين ده كله قائم على أصلين، الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله ده أساس الدين، عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، أول واحد من الخمسة شنو؟ قبل الصلاة والصيام والزكاة والحج الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان في هاتين شهادتين الدين كله، دار تفهم الدين من أول لآخر بس قائم على أصلين، لو نجبت الأصلين دير انت زول نجيب بعدين الله يرحمك، وهذان الأصلان في الشهادتين، شهادة الأولى لا إله إلا الله، شهادة الثانية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله معناه لا معبود بحق في الوجود كائنا من كان إلا الله تعالى، ما شفت في قصة سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، الزول ده قال له ست كلمات الله جابه في القرآن، عنده موقف في الدين ما زول بارد ساي، عنده موقف في الدين
والموقف ده قال فيه ست كلمات: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، جاي يزرع، يزرع ما تعبان فتران، جاي يسعى. وبعدين أقصى المدينة دي الناس المرتبين في وسط المدينة، أقصى المدينة دي بيكونوا في الغالب شنو؟ ناس تعبانين. هو من بعيد جاء، أول كلمة قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. أي داعية يقول لك تابع الرسل ده داير لك الخير، وأي داعية يجيك ويقول لك نحن وتبقى معانا أوك ده داير لك الشر، ده داير الخير لنفسه ما داير لك أنت الخير. الرجل ده ما قال لهم أنا وناسي، لا لا، قال لهم اتبعوا المرسلين. واحد، اثنين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. من لا يسألكم أجرا أي مالا أو عرضا من أعراض الدنيا الزائلة، مما يجيك شايل له مخلايا فيها جوا حاجات باغات وأوراق وحجبات وداري بيعه، ده ما ياهو اتبعوا المرسلين، ده ما ياهو من لا يسألكم أجرا. الداعية يجيك لله ما داري منك شيء، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ثلاثة، وما لي لا أعبد الذي فطرني، قال لهم أنا ليه ما أعبد الخلقني وخلقوني كم؟ لو خلقوني ثلاثة بعبد ثلاثة، لو خلقوني خمسة بعبد خمسة، لكن خلقوني كم؟ خلقني واحد، ابقى بعبد كم؟ بعبد واحد، وده التوحيد. وما لي لا أعبد الذي فطرني، هو خلقني أنا ما أعبد ليه؟ وإليه ترجعون. الكلمة الرابعة فيها سؤال خطير مرة واحدة، قال لهم معقولة أخلي عبادة الله سبحانه وتعالى وأمسك في غير الله، ولو الله داير يضرني غير الله ما بيقدر يحجز الله، ركز كويس، لو الله داير يضرني غير الله ما بيقدر يحجز الله، لكن أنا لو عبدت الله براو وغير الله داير يضرني الله بيحجزه ولا ما بيحجزه؟ بيحجزه. عشان كده قال لهم: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. الجملة الخامسة: إني إذا لفي ضلال مبين، أكون ضال وفي الضلال ضلال مبين واضح. الجملة السادسة والأخيرة كتلوا بعدها، قال لهم: إني آمنت بربكم وماذا سيا فاسمعون، أسمعوني عديد. يا أخي الله قال في القرآن سبحانه وتعالى في سورة فاطر: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج. ذيل اثنين، اثنان، قال: ومن كل من الطاعم والمسيخ تأكلون لحما طريا. مفروض الطاعم سمك ويكون شنو؟ طاعم. والمسيخ سمك وما يتاكل، صح ولا ما صح؟ لكن قال لك يأكلك منه هنا الاثنين ما قوي يا أخي. قال: ومن كل تأكلون لحما طريا فهاء تاني وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر. ذيل ثلاثة نعم، تحت الحلي فوق الفلك وفي النص السمك، دي نعم عشان تشكروا الله سبحانه وتعالى. يا أخي الله جل وعلا قال: وهو الذي مرج البحرين في سورة الفرقان هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. دي في مخلوق بيقدر يعمل؟ هسي عليك الله لو عمنا ده الله يحفظه، جاب لنا نص كوباية بتاعت مويه، مويه مسيخة، وعمنا ده جاب نص كوباية كبوها في كوباية واحدة وخجوها، قال له انت وانا تعالوا فرق لنا مويه ده من مويه ده، تقدر؟
دي كباية ما بتقدر. الله قال لك بجرين بحرين، بحر جوا السمك وحاجات وبيجاي بحر ويجرين سوا ويطاقشن موية تطقش موية وما بتتلخبط معاه. شوف القوة دي كيف، ما شفتها في سورة الرحمن؟ قال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، نقطة واحدة ما بتتلخبط بيجان. شوف القوة دي قدر كيف. بعد عليك الله أنا عتر، أنا هذه غير الله أقول يا فلان يا أخي. قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى دمنه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه بتنادون غيري قال ما يملكون من قطمير. قطمير القطمير التمرة تشقة جوا في نواة، النواة المصماصة دي فيها غشاء أبيض، الغشاء الأبيض اللي بين النواة والتمرة ده القطمير. قال والذين تدعون من دوني ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ما بيسمعك. وانت تصدق القرآن تنادي غير الله ما بيسمعك. طيب لو سمع، قالوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وعشان ما تقول الآيات دي في الأصنام قال يا أيها الناس، للناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم فقراء لي الله يا كيف ذول فقير مش لي فقير، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فعليك الله أنا فقير وعمنا ده وزير وأخونا ده زول زي فقير بيته جالوس، أنا مطالب شيك مودني السجن ونحن الثلاثة أشقة، بمش لبجالوس الله يحفظ لبجالوس ولا بمش للوزير؟ مش بمش للوزير، أمش لبجالوس وده فقير زيي. انت فقير تمشي للفقراء، فقراء ما نبذناهم لكن ما تمشي لهم، تمشي للغني الكريم الرحمن الرحيم وتوكل على الحي الذي لا يموت. الاصل الثاني واضح ما دار شرح كثير وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اي عباده تابع فيها الرسول عليه الصلاه والسلام بهذا تكون النجاه.